خلينا نقول عندك ساعة صدر صح على مصر. فيقول وباسمك الذي دعاك به موسى بن عمران من جانب الطول الأيمن فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك. اللي يشوف اكو في ناس انا شج حقيقة اللي يشوفهم واحد يحبهم ما يدري ايش فيهم يعني جاذبية واضح له بس تشوفه شكله ها ترتاح له قلبك يرتاح له واكو في ناس ما تشوفه قلبك يشمئز. اكو طبعا عندنا رواية الارواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكل منها اختلف. هذه يستدلون به على وجود عالم الذر. فما تعارف منها في عالم الذر ائتلف في عالم الدنيا وما تناكل منها في عالم الذر اختلف في عالم الدنيا. لأن الله سبحانه وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان. هذه مسألته. المهم يقول وألقيت عليه محبة منك وباسمك الذي به أحيا الله وباسمك الذي به أحيا عيسى بن مريم الموتى. يعني عيسى بن مريم يحيي الموتى بهذا الاسم صحيح لرش. هذه قضية مهمة طبعا. دي القضية ممكن الله بس مو بس يعطيها الأنبياء والأوصياء ممكن يعطيها حتى يعطيك إياها أنت إنسان مؤمن. عندنا في الحديث عبدي أطعني فيما أمرتك أجعلك تقول للشيء كن فيكون. أكو عندنا شيء قدر. ينقل عن أحوال السيد القاضي السيد علي القاضي هذا الرجل عالم وكان من أحد تلامذته السيد الخوي رحمة الله عليه. يقول كننا بنروح مسجد الكوفة ظاهرة بنروحه ففي الطريق طلعت حية قدامهم خاف السيد الخوي فقال لها السيد موتي بإذن الله. السيد علي القاضي ماتت وراحوا المسجد. زين هذا عاد السيد الخوي قام يفكر اخماس شنو دماته. فبعدين طلعوا من المسجد والسيد الخوي يفكر في القضية يقول شنو ماته شنو موت هدي لا يكون صدفة كذا. فلما وصلوا طلعوا من المسجد كانت الحية ميتة قدامهم. فوصلوا لحيته اللي السيد علي القاضي يقول للسيد خوي يقول له مو صدفة قومي بإذن الله وقامت بإذن الله. شو علم بنية السيد الخوي وعلم شنو القدرة هذه موجودة واضح له لا. يعني أنت كمؤمن ممكن تترقى في درجات الكمال والقرب من الله يعطيك القدرة. شنو الإشكال في ذلك؟